مشاهدينا الكرام متتبعي الأيام 24، مرحبا بكم معنا. نتواجد دائما برحاب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والقضية اللغز، قضية تهامي بناني. اليوم كانت واحد الجلسة اللي هي جلسة ماراثونية واللي دامت لساعات، واللي عرفت مرافعة الأستاذة زينب خيار والأستاذ زيان، واللي هما دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية تهامي بناني. غنشوفوا مع الأستاذة زينب مضمون هذه المرافعات ومضمون هذه الجلسة. أستاذة زينب، نعرفوا المشاهدين شنو داز في الجلسة، حنا حضرنا معها ولكن المشاهدين خصهم يعرفوا. هي كان اليوم داز الجلسة ديال بناني تهامي، اللي كان الدور ديالنا كمطالبين بالحق المدني، لأن هذه هي المسطرة الجنائية بحال هكا كيبدا المطالب بالحق المدني كياخذ الكلمة، هذا كياخذ سيد وكيل العام الملك من بعد الزملاء اللي كانوا المتهمين. فعلا الأستاذ زيان خد الكلمة ديالو ودلب مطالب مدنية ديالو، إلا أنني تحفظت على المطالب المدنية اللي كيبان لي الميث ميث ما واضحش، الميث اللي ما واضحش ما يمكنش هي خاصة جات المعطيات اللي خاصة الأرضية ديال هذا الميث، ما عرفتش كيفاش غيكون التعليلات وكيفاش غتكون. هنا ما يمكنش عندنا حنا لحد الساعة ما عندناش المسطرة ديال التحقيق ديال أول مرة ديال 2007 ديال الدرك اللي دائما كتكلموا عليها، لأن من الأول 24 شحال كنهضروا عليها، ما المانع باش يعطونا هذه المسطرة ديال الدرك الملكي اللي جات اللي أكدت بأن الجريمة هي كانت أول ما شافت الجثة كانت قطرة، كانت تقلب على 8 و 5 باش ديرها تاي، ولكن ما كانش محطوطة، هي ديما كانت تمشي ديك المنطقة، ولكن عمرها ما شافت ما لاحظت حتى حاجة إلا ذاك النهار، يعني أن الجثة تحت ذاك النهار ملي كانت جدات ويسقى. يعني أنتم يعني كترجحوا أن الجثة ما كانتش تماك؟ الجثة كانت تما. لا لا ما كانتش تما، كانت فيلا، كانت فيلا تما كانوا كارينها. لأن جوتا لأن الدري تقتل في 14 تقتل في 14 3، ولكن ما تلقى 3 4 تلقى في ديك المنطقة، لأن تيقول السيد قاضي التحقيق أنا متأكدة من القاضي أنهم قاتلين، ولكن السيد قاضي التحقيق انتدب الفرقة الوطنية. علاش؟ حاجة وحدة اللي فاتتنا الفرقة الوطنية هي دوك الهواتف النقال اللي خرجوا لنا، مع العلم أن ميدي التالي ما المانع باش ما عطاتناش تفريغ ديال بناني تهامي. المرة الأولى مرة كتقول لك عندها خطأ تقني، مرة قالت بأن كانت مكالمة تلجونز، مرة قالت ما كانت تاك مكالمة، إوا شنو هو هذا؟ وثانيا بالنسبة لذاك المتهم الرئيسي اللي كاين الثاني، علاش ما فرغوش هو عنصر أساسي؟ علاش؟ وعلاش ما داروش الموقع الجغرافي ديال دوك الهواتف الثانية هاتف ما فيهم ديال الآباء؟ وكل واحد طرقتوا لي اليوم معلوم لأن طرق لي اليوم، لأن أنا كنقول عمري ما هذا اللي كيفاش حنا نهضروا على ما يمكنش هذه الجلسة، الجلسة العلنية هي اللي كياخذوا بها ما كياخذوش محاضر. حتى قاضي التحقيق يقدر يعطي شي متابعه، ولكن القاضي الموضوع كيكيفها، قاضي التحقيق كيكيفها، الا انني كنرتئز بان اليومين هذا اليومين هذا ميثاق ما واضحش. ما معنى طبيبه التشريح جات قالت لك العون غسلت لي الحوايج وصبنتهم، كانت خاصها توقف في الجلسه، هذاك المحافظ خاصو توقف في الجلسه، كان خاصو تبقى على الفصل بعلاش تتاقلوا، يمشي الحراسه النظريه لانهم دايرين شهادات مزوره، لان هي كتقول نيت في المحضر بان واحد كيس حدا بلاستيكي يقول الدرك الملكي في التشريح دايرين بان واحد القميص ديال الفوقاني دايرين فيه العظام كاين في المحضر، كاين بان محيدين الراس، هي راسها كتسمح محيدين الغضاريف، هي كيفاش جات تقول لك هنا نقيقي وهذا سنة ما سنة، كيفاش واحد كيناقش هذا المثال التخربيق؟ هذا راه هو الواقع، قتلوه وده داروا، هي قالت بعثنا وفينا هي قالت الحقيقه حقيقه، حنا ما كنطالبوش حتى بحاجه، كنطالبوا الحقيقه فين كاينه؟ كاينه في المسطره ديال 2007، لان ديك الخنشه اللي قالت لك مولات النعناع كانت فيها، وكيفاش كانت فيها؟ ما حجزوهاش، فين ما حوايج بناني تهامي علاش ما حجزوهاش؟ السياره علاش ما حجزوهاش؟ إذا هذه كلها أسئلة اليوم طرحتيوها. معلوم لأنني متيقنة بأن هذه جريمة تكون عصابة إجرامية، لأن تقعد تحقق لك ما عطاوكيش ما عطيت من 11، مع العلم أن كانوا عندهم الهواتف، كانوا عارفين من يقدروا الفرقة الوطنية التمركز ديال الهواتف، في كانوا هذوك لدرجة أن كاين واحد الوقت هذاك القاصر نزل من الطوموبيل والأب ديال ذاك المتهم الرئيسي ضرب لي التليفون، كان هذاك الولد إحدى إقامات النورس. هذا المتهم مشدود. راه بالهواتف النقالات شد فيه، وكان كيتسنى مكالمة أخرى، جات مكالمة ديال الأب الآخر، وهذاك القاصر شوف كثر ديال الهواتف راه ما باتش في دارهم، ما باتش في دار المتهم الرئيسي اللي كاين دابا،
إذن أنا حاجة اللي عندي في يقين أنه الأخ ديال طارق ملي كان الدري غادي في الدروج ما قالش مولك راه قال خويا غادي عيد ميلاد عيد ميلاد ديال ديك الشهيدة اللي جات هي كدات لأن ديك الشهيدة علاش ما جاتش 4 سنين هذه؟ علاش كاين شي واحد شاهد الزملاء الاخرين ما كيلوبوا عليها لانهم كانوا كيقولوا انها مريضه ما مريضه ما والو جات كتقارن مع الحياه هي اصح من وزير الصحه كيفاش هي جات قالت ما ثلاثه مريضين مرض زوري هذا مرض اين مرض تقولوا اه زاروا مناعه خاصها تكون مات شحال هذه ما لا جيبوها في بياض ما مانع باش تجي انت علاش ما جيتيش جيتي على راسك تقول هادشي مع العلم ان حسن الحظ سيده جات شاهده اللي كانت حاضره اللي جات ادات اليمين قانونيه قدام الهيئه المحترمه قالت لهم هي مشيت مع حياه وادات هذيك القران ديالها كانت هي وما اختها وهزت القران فوق عينيها قالت لها قسما بالله اخاتي تقتلوا حرقوا البحر فعلا هذه هي الواقعه اذا عندها الحق اذا كانت عندها العلم ولا كانت هي معاهم كانت قالت هي شكون اللي كان عيد ميلاد شكون اللي كان دار الجريمه خاصنا نعرفوا دابا هادو اش داروا شكون اللي قرد هذا الراس؟ شكون اللي حدد الكبده؟ خاصنا نهضروا على هذا الشيء واش ضحى ولا كيف صفيه؟ كيفاش ديك المراحضه؟ شكون هو؟ حيت انتهت المهمه ديال الدراري التليفونات ديال المراحضه ولكن جات تليفونات اخرى مراحضه هذيك المراحضه مع ناس اخرين يكملوا الجريمه وشوفوا جيبوا لنا ضروري المسطره ديال 2007 اللي فيها ضروري غيكون محجوزه ديك الخنشه حيت الخنشه راه كاينين في المحضر ديال الدرك بين الخنجه في لي زون برانت وحتى ذوك الاغصان خادوا لي زون داوهم باش يديروا لي زون برانت يعني ان عرفوا شكون اللي دار الجريمه وعرفوا شكون اللي حطها تما انا كنتحدى شي واحد يقول لي ما عرفوش مجرمين معروفين زينب اليوم كانت تحت المرافعه ديال النيابه العامه معلوم كان المرافعه ديال النيابه العامه لان كانت النائب وكيل العام الملك راه مشكور لان راه كنعرفوا ملي كان في عين سبع راه هو مشكور ونزيه وعنده واحد الكفاءه قانونيه مهمه وحتى الهيئه كلها المحترمه علاش عطاوها الدنيا في الضب؟ لان ما يمكنش يعطوا لاي هيئه يعطوا على حسب القدرات القانونيه والعلميه ديال الهيئه راه ماشي سهله جنايات راه ماشي لا ياش تطرق تطرق قال لك بان كان هناك عنف لان كيقول بان جرو السروال ديالو مجرور يعني انه تكرفصوا عليه الى حدود هذيك الساعه تكرفصوا عليه ولكن شكون اللي حيد لي الراس شكون اللي راه من بعد 11 اذا حنا ضروري غنتصروا انا ما عمري ما نطرد ما طلب من عليا الى ما جابوش ليا المسطره ديال الدرك ديال 2007 يجيبوا لنا الكناش حيت الدرك ما كاين بحال الحمد لله عندهم لا عندهم واحد الكناش كاين محضر كله كيكون في كناش مكتوب بخط يد وكيكون القرص غيجيبوه ما تكيش تقطعي ورقه ولا شي حاجه بين كناش غتجيبيه واخا ما تجيبش محضر جيب لنا حنا بغينا كناش طالبتو خاص بحث تكميلي لان ميت ما واضحش يجيبوا لنا الكناش فيه الحقيقه راه فيه بان لقاو في ديك الطريقه راه فيه بان جاو كلاب انا شي ناس كنعرفو قال لي جاو كلاب ديال الدرك وصلوا حتى ديك الفيلا علاش مخبينا هو دايرين لنا المحضر ديال الدرك ما كاين فيه ثلاثه ورقات هادشي كله ما قالوا لا خنشه ما قالوا ما يمكنش خاصهم يجيبوا لنا المسطره ديال 2007 وخاصنا الخبره على الهواتف النقاله والتمركز ديالهم كلهم باش نعرفوا كل شيء منظر متوحد اللي دار شي حاجه ياخذ العقوبه اللي دار هذه وهذه خاصنا نعرفوا كل واحد الدور ديالو جزاه شكرا استاذه زين أستاذة حياة كنعرفوا أن صعيب عليك أن هذا الشيء يوميا كيبقى يتجدد واخا أنت راه ما كتنسيش هذا الشيء اليوم كانت المرافعة ديال الأستاذة زينب وكانت المرافعة ديال الأستاذ زيان وكان الجواب ديال النيابة العامة كيفاش كتشوفي هذا الشيء كله؟ السلام عليكم اليوم كانت دخلنا المرافعات كان من المتوقع باش يدوز المرافعة ديالنا مرافعة ديال الممثل الحق العام مشكور مرافعة ديال المعتقلين فإذا بينا كنتفاجئوا من بعد ما سالينا مرافعة ديالنا ورافع السيد الممثل العام كنتفاجئوا بالطرف الآخر أو بالدفاع ديال المعتقلين قال لك ما كنا معلومين أن غادي تدوز مرافعة كاملة اليوم قال لك أودي راه ما غاديش نكملوا اليوم حتى نهار الاثنين إذا غادي نعاودو نجيو اثنين باش نحضرو المرافعة ديال الخصم ديالنا بالنسبة لسي زيان واستاذة زينب وممثل الحق العام مشكورين بثلاثة داروا واحد المقاربة خدموا عليها اللي هي
الا وهي القتل العمد اللي كنا احنا كنفتقدوا الطعم ديال هذا القتل. انا اصبحت ام اتلدد بالقتل العمد، كوني كانت القضيه في الضبابيه كنتلدد به، لانني بحال وصلت لواحد شويه ديال تشوف بصيص من الامل. سيده زينب عطات الترحات ديالها كونها حتى هي كتوصل للهيئه الموقره بين يديها القتل العمد بطريقتها، كذلك ومثال سيدي انت هو بدل مجهود باش يوصل للهيئه الموقره القتل العمد، وكذلك ومثال السيد الممثل الحق العام. اذا نحن جينا في واحد النقطه، نقطه الانترسيكسيون اللي هي او الوسط اللي هي هي القتل العمد. ودابا ملي كاين القتل العمد انا بديت كنستبشر خيرا. علاش؟ لان على الاقل كتقول داك الولد ما يبقاوش يموتوا ويتموتوا ويتفلوا علينا، هو ده محتجز، هو ده مختفي، هو ده باش حيت انا واحد الام ما تنساش، حيت دابا كيلوموني علاش قلتي مختفي. انا تلعب بيا، انا تلغمت، هذه سياسه وخطه جهنميه ديال الدفاع وديال الطرف الاخر وماشي صعيبه عليهم. اذا انا تخدعت، شحال من واحد تخدعت فيه في هاد لافيغ ديال تامي، ولكن كنتخدع انما ما كينالوش من الخدعه ديالهم. ربي كيجي فوق منهم تيقول لهم تيقولها كن فيكون، ها هي الحقيقه اللي غتكون، ها السيده علاش غادي تخدم، ها التامي وصلنا به، وصلنا المآل ديالو انه مقتول. عاد ان شاء الله غادي نشوفوا، حيت المسائل ما توقفش هنا، واخا المرافعات واخا المسائل راه غادي نعاودوا نشوفوا طريق اخرى كيفاش غنتوصلوا للقبر اللي هو بيت القصيد. القبر لان الجثه ملي كنقولوا جثه كنقولوا شكون دارها في ذاك البلاصه، ملي كنقولوا ذاك البلاصه شكون اللي شكون اللي امر بها، ملي كنقولوا شكون اللي امر بها شكون اللي سلم الجثه لذاك السيد اللي المامور، ملي كنقولوا شكون سلم وحنا ماشيين، وحنا ماشيين تدريجيا يا باللور يا بالقدام، حتى غنصيبوا ان شاء الله باذن الله القبر ديال التهامي والجثه ديال التهامي. ملي كنقول جثه كنقول قبر، حيت الجثه ما غتكونش في الهواء الطلق، جثه راه قبر. انا كنناضل على الجثه ديال التهامي ان شاء الله غادي نعرفوها، عندنا الاليات ديالنا باش نعرفوا الجثه ديال التهامي، والراي العام حتى هو غادي يتنور بهذه القضيه ديال الجثه ديال التهامي بناني غادي تبان. هادشي اللي كنتمناو وكيتمناو جميع المشاهدين. شكرا استاذه حياه، شكرا استاذه زينب. اذا كيف ما تبعتوا معنا مشاهدينا الكرام، كانت هذه اطوار او تفاصيل اطوار جلسه اليوم. موعدنا الاثنين ان شاء الله باذن الله، وتفاصيل اخرى من قضيه تامي بناني. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.